هي فكرة جي ام ام تي كان طرحها أبونا متنيح لوقا قسطنطين، ربنا ينيح نفسه نفعنا بصلواته، وعرض الفكرة عليا وأنا طبعا اعتمدتها. وفكرة جميلة كانت فكرتها إن احنا نكتشف المواهب في أولادنا وبناتنا، لأن احنا عندنا إيمان إن مفيش إنسان الله خلقه إلا ما يكون فيه موهبة. فالمشكلة إن الواحد يكتشف موهبته ويقدر ينميها ويثقلها ويخدم بيها. فده غرض الفريق بتاع جي ام ام تي، وابتدينا نختار الفريق وابتدى الفريق يعمل بنشاط ان احنا نطرح المسابقات للمنافسة في حتة المواهب، ونختار ونشجع المواهب الفائزة في سواء الترانيم سواء المخترعات سواء التأليف المسرحي او التمثيل المسرحي الديكورات. كل من له موهبة بيتقدم، وبيبقى في فريق على أعلى مستوى من التحكيم، وبناخد العروض على مدى زمني طول فترة الصيف، وفي الآخر بنعمل مسابقة في النهاية ولجنة التحكيم بتختار الفائزين. هي عبارة عن نشاط صيفي اتأسس في كنيسة ماري مرقص علشان ماري مرقص وشبرا، لكي نستطيع ان احنا نختار مواهب ونشجعها، واللي عنده الموهبة دي يخدم بيها كنيسته ويخدم بيها وطن. خدمة المواهب ان انا ادور على كل موهبة جوه كل انسان، وان انا اشجع ازاي اطلع موهبتي مهما كانت صغيرة برسمة، مهما كانت صغيرة بترنيمة، مهما كانت صغيرة بأداء. يعني عندنا كمان مثلا خدمة مواهب ان انا لغة الاشارة، ودي كانت حاجة جديدة بالنسبة لنا. عندنا مواهب مختلفة متنوعة، في دخل لنا مواهب جمباز، مواهب اداء، مواهب مختلفة. لازم كل انسان عنده موهبة، ودي كانت اهم حاجة في خدمتنا، وهي دي كانت بداية الفكرة، وسيدنا رعاها ونماها. وكمان بنحاول ان احنا الولاد اللي يطلعوا كل موهبة نسكنهم في مكان يساعد موهبتهم وينميها لخدمة الكنيسة وخدمة المجتمع. خدمة اكتشاف المواهب بدأت من كام سنة لما حسينا انه كل الولاد بيركزوا عن فكرة التمثيل، او فكرة ان انا اظهر ازاي، او الترانيم، او ان انا اظهر على المسرح ازاي. فكان عندنا هدف ان احنا نقول كلنا عندنا مواهب، ربنا خلق لكل واحد فينا موهبة جواه، فإن أنا أكتشف موهبتي دي أول خطوة، لكن إزاي أنميها وإزاي أدور جوه داخلي كويس قوي إن أنا أطلع الموهبة الحقيقية اللي جوايا، دي كانت أهم حاجة بالنسبة لخدمتنا. أنا اسمي يوستينا ملاك، عندي 13 سنة، وموهبتي لغة الإشارة، اتعلمتها في وقت كورونا على مدار سنة. ازيكم؟ ايه اخباركم؟ نشكر ربنا. قصة النهاردة قصة من الكتاب المقدس. في يوم ظهر الملاك لماما العذراء وقال لها: السلام لك يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة انت في كل البنات، علشان هتحبلي وتولدي بابا يسوع. ماما العذراء قالت له: ازاي وما فيش جواز؟ قال لها الملاك: روح ربنا هتحل عليكي وتولدي بابا يسوع. وفعلا حصل الحمل، ويوسف النجار خد ماما العذراء وراحوا على بيت لحم، وهناك قعدوا يدوروا على الاماكن كتير وما لقوش مكان فاضي. وصلوا عند بيت الحيوانات، وده المكان الوحيد اللي كان فاضي، وماما العذراء ولدت فيه يسوع. آية النهاردة: المجد لله في الاعالي وعلى ارض السلام وللناس المسرة. السيزون دوت رقم 6 بالنسبه للفريق، وهو تحت عنوان Unlock Your Talent. النهارده اليوم بيقدم مواهب مختلفه تحت عنوان Gift of God. في ترانيم وفي تمثيل، في خفه يد، في ابتكارات هندسيه، وفي ترانيم، في عزف، في رسم، وفي كل المواهب اللي بتتقدم احنا صفيناهم على مدار 2 اوديشنز وسيمي فاينل، والنهارده كان الفاينل. اسمي جون انور، عندي 18 سنه، ثانيه ثانوي. موهبتي العزف على البيانو. الموضوع ابتدى من وانا صغير، انا شفت حد بيعزف فحبيت الموضوع، ابتديت مع نفسي كده، بعد كده بتاخد كورس عشان اطور من نفسي شويه في النوته وكده.
اسمي جيفان يوسف، انا 17 سنه وبلعب خفه اليد بالكوتشينه وحاجات كتير طبعا. اتمرنت عليه عن طريق ان انا بشوف الناس في جود تالنت بيعملوا ايه وقلت اقلدهم وكده. فطريقه الكوتشينه دي ان انا ايدي سريعه جدا وخفيفه محدش بيحس بيها. اسمي ساره ماجد وعندي 11 سنه وبحب الرسم قوي من وانا صغيره واتدربت من على اليوتيوب. اسمي كراس سامح عندي 9 سنين، موهبتي الكترونيات.